أكيد يا سالي، كنا بنحكي عن الطب التكميلي أو الطب البديل، والطب معروف منذ أقدم العصور، واليوم بظل التطور الكبير كيف بنقدر نميز بين الطب البديل بحرفية وبين الناس اللي عم بيمتهنوا هاي الطب، وما أهمية منح الشهادات والتراخيص للعاملين بهالمجال؟ فقرتنا الطبية اليوم أكيد مع الدكتور شادي الخطيب، رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. صباح الخير وأهلا يسعد وسهلا. صباحكم، الله يعطيكم العافية. يسعد يسعد صباحك صباحك. دكتور شادي. بالبداية خلينا قبل ما نبدأ بأي سؤال نعرف شو هو الطب البديل. تمام، سؤال مهم جدا الحقيقة. الطب البديل والتكميلي يعني شقين. الطب البديل هي بعض الممارسات عرفتها منظمة الصحة العالمية بأنه هي الممارسات الصحية والمنتجات المستخدمة في الحفاظ على صحة البشر والوقاية من حدوث الأمراض. هذا التعريف كتير واضح ويؤكد على أنه هذه الممارسات والسلوكيات والخبرات هدفها الأساسي عبر العصور هو الحفاظ على صحة البشر. هلا نحن عم نحكي عن كثير يعني خلينا نقول تعريف قديم للطب البديل والتكميلي، اللي هو يقع ما بين ما نسميه complementary alternative medicine، اللي هو اختصارا سموه بكام. عالميا اليوم هذا النوع من الطب يوفر إما طرق بديلة لبعض أنواع يعني علاج بعض أنواع الأمراض، ونحن هون عم نحكي عن بعض الأمراض اللي هي ممكن يعني خلينا نستخدم بعض الأعشاب اللي فعلا بتكون علاج بديل للدواء الكيميائي. بدي أضرب مثال على سبيل المثال، نحن بالبيت اليوم إذا في عنا بعض المشاكل الهضمية ممكن نحن نستعيد عن أخذ مضاد تشنج بأنه نحن نشرب نعنع مثلا، ورح ناخذ الفائدة المطلوبة من خلال استخدام هذا الموضوع. أيضا ما يتعلق بموضوع طرق تنفسية، انتانات طرق تنفسية، السعال، مشاكل الجريب والرشح، كمان نحن نجد في النباتات الطبية ضالتنا ممكن نحن نستخدم الزوفة، ممكن نستخدم بعض أنواع خليني أقول النانرج، الليمون، نستخدم ايضا البابوناج، كلها هي بتساعدنا نتخلص من مشاكل الجريب. فيما يتعلق بالسعال، عالميا اليوم شربات السعال تعتمد على مكونات طبيعيه، مثال ذلك الزعتر او النعناع اللي ممكن تستخدم في هذا العلاج. اذا هي علاجات بديله. اما العلاجات التكميليه اللي نحن عم نحكي فيها عن بعض المشاكل او الامراض المزمنه، مريضنا مثلا اللي عنده مشاكل روماتيزم عم يبقى فترة طويلة هو عم بيتعالج من الروماتيزم بمسكنات للألم، ببعض المضادات الالتهاب اللي نحن نسميها غير ستيرويدية ليخفف حالة الألم اللي عم تكون مرافقة له بحياته. اليوم في بعض النباتات التي تحتوي على ما نسميه بالفيتوستيرولز، اللي هي مركبات طبيعية نباتية قادرة على دعم الالتهاب، مضادات الالتهاب الكيميائية، وتخفف من جرعتها وتخفف من آثارها الجانبية. بالنتيجة نحن هون قدرنا نحصل على أثر مكمل للعلاج. أيضا ما يتعلق مثلا بالبروستات، عالميا اكتشف بأنه الناس اللي بيستهلكوا اليقطين فهن بيكونوا عرضة أقل لالتهابات البروستات، للضخم بروستات. هذول إذا استخدموا بذور اليقطين أو ما نسميه ببذور القرع اللي متوفر عنا هون راح يكون عندهم فرصة أكبر لمعالجة هذا الموضوع. إذا هذا ما يسمى بالطب التكميلي اللي هو متمم وداعم. في عندنا نوع آخر هو بنسميه تراديشنال ميديسن، ألا وهو الطب الشعبي أو الطب التقليدي. الطب الشعبي أو التقليدي هي مجموعة الممارسات والسلوكيات التي انتشرت في الدول منذ القدم ومشتهرة فيها. بدي أضرب مثال التشاينيز ميديسن أو الطب الصيني، الأيورفيدا أو الطب الهندي، هناك انواع، في نوع بنسميه نحن يوناني ارابيك ميديسن اللي هو الطب العربي القديم والطب اليوناني او الاغريقي. كل هذه السلوكيات والممارسات اللي هي انتشرت عبر العصور واللي مستخدمه في بعض المناطق اللي هي بعد بكر بعدهم بيستخدموا هالوسائل العلاجيه، وشفناها في كثير من الارياف. على سبيل المثال بسوريا في ناس معالجين تقليديين توارثوا المهنه ابا عن جد منذ القدم بيعالجوا ببعض الطرق التقليديه المشتهره. اليوم منظمة الصحة العالمية أعادت القلق لهذا النوع من الطب باستراتيجيتها الأخيرة، اللي هي استراتيجية منظمة الصحة العالمية عام 2014 لعام 2023، التي تهدف إلى إعادة
صياغة هذه المعارف. طيب خلينا نحكي ومسحها بكل دول العالم. كثير من العالم هلا مثلا بتلاقي حتى على وسائل التواصل الاجتماعي انه انا عملت هاي العشبة هاي الكذا، يعني خلينا نحكي انه الضرر اللي عم بيصيبهم للعالم من اي حدا عم بيقدر يعمل هالاعشاب وهالقصص، خلينا نحكي الاجراءات اللي عم تقوموا فيها لتمنحوا العاملين فيها الجيدين يعني الشهادات والتراخيص ليقوموا بهي المهنة بالشكل الصحيح. تمام، هلا خلينا نسأل سؤال مهم جدا. تمام، نحن اليوم هل كل من قام بتقديم المعلومات هو صاحب خبرة؟ الجواب طبعا لا. اليوم في عنا شيء نحن بنسميه انتشار لبعض، يعني خليني أقول الأشخاص اللي بيقوموا بنقل أو نسخ ولصق بعض المعلومات العلمية عن بعض الأعشاب ووضعها في مدوناتهم الشخصية وتداول ما بين الناس على أنه هذا النبات يفيد في كذا، عشبة كذا تفيد في كذا. السؤال الذي يطرح نفسه دائما نحن، هل هناك مرجع لهذا المعلومات اللي هو عم بينقلها؟ طبعا معظم الأحيان بتكون المرجع هو أشخاص مستخدمين أو بيكون نقلة عن طريق الإنترنت. مثل قالوا على طريق الإنترنت، قالوا مثلا الكركم كتير مفيد للبشرة، بس عم يستخدموه السبايا عم تصير بشرتهم لونها صفراء وعم تتضرر ويطلع لهم حبوب. يعني أكيد الواحد لازم يتأكد من مصدر المعلومة. أولا المصدر، وثانيا والأهم من هيك انه نحن اليوم ناخذ معلوماتنا من اشخاص عندهم خبره وتجربه وعندهم اختصاص. اما نحن اليوم لا يمكن نحن ناخذ معلومات من اشخاص ما جربوا حتى الموضوع. يعني لما نحن بفتره من الفترات طلع اشاعه على الانترنت انه ما في شيء اسمه سرطان، السرطان هو نقص بفيتامين B17، واذا استخدمنا بذور خليني اقول التفاح او اللوز فنحن بنكون عالجنا. طبعا هالكلام عار عن الصحه، لانه السرطان مرض موجود ويحتاج الى معالجه ومتابعه طبيه. هناك بعض الطرق البديله ولكن لا تستخدم للسرطان، البديله ان نحن لمشاكل تكون بسيطه ممكن علاجها بطرق بديله. بموضوع السرطان نحتاج الى علاج وصل مكمل هذا وانتشر. وليس علاج بديل. هذا البوست وصل وانتشر لالاف من الاشخاص. قد ما قال هي المشكله. طيب مين بده يطلع ويقول لهم هذا خطا؟ طيب قديش ضروري عن جد انه حدا يطلع ويسلط الضوء عليه؟ ضروري. نحن عم نشتغل عليه كجمعيه، جمعيه علميه السوريه للاعشاب الطبيه والطب التكميلي والتجانسي والتغذيه، عم نشتغل على اعاده بناء الصوره الصحيحه لا المعلومات التي يمكن تداولها ونقلها عن طريق الانترنت. دكتور شادي، كمان احنا ما فينا ناخذ التجربه بشكل مطلق، يمكن بشره فلان تختلف عن بشره فلان، ولكن الابحاث العلميه والطبيه يمكن بعد تجارب على خلينا نقول نسبه عدد معينه عدد بالميه، خلينا نقول فوق ال 50%، في بروتوكول. تمام، يعني في بروتوكول لكل تجربه ممكن تنجح. ممكن انا اقول لك او حدا يقول لك دكتور شادي يمكن هيدي العشبه قلت لي اشربها انا عملت معي مضاعفات، الشخص الثاني او الاخر يقول لك لا هي كثير ريحتني وهي قامت بالعلاج والمفعول المطلوب. ما مدى صحه هذا الشيء؟ وهل التجربة فينا ناخذها بالمطلق ولكن إلى معايير خاصة بأصحاب الطب البديل؟ تمام، هلا في عنا شيء اسمه المرجع الدوائي النباتي العالمي، يحتوي على معلومات اسم العشبة، ما هي العشبة. بعض الأحيان بتقولي لهم استخدموا هالعشبة، بيستخدموا عشبة أخرى. تمام، مضللين بياخذوها مثلا من مركز او من مكان بيعطيهم عشبه ثانيه على انه هي العشبه الاصليه، فاذا هو عرضه للغش. بينتبه نوع القسم المستخدم. نحن لما بنقول زهر البابونج ما بيصير نستخدم بقيه الاجزاء. لما بنقول ورق النعنع هو اللي فيه الماده الفعاله وليس جزر، مثلا بنقول جزر الجينسينج ما بيصير نستخدم اوراق الجينسينج، بالمعنى انه نحن في عنا قسم طبي مستخدم. تمام، ايضا هناك عمر التخزين. بعض الأعشاب إذا خزناها لفترة طويلة بدون الحفاظ على شروط معينة، إما بتخسر المواد الفعالة فيها مثل اللي فيها زيوت عطرية، أو بتشكل فيها شيء بنسميه أفلاتوكسينات اللي هي مركبات سامة نتيجة حفظ البذور إذا حطيناهم بالبيت. اليوم بنفوت على أماكن مرات بنشوف طريقة الحفظ شكلت مستحضرات ومركبات سامة. إذا كلهم صحيحات نجي على التجربة اللي حضرتك حكيتي عنها، في بروتوكول عالمي للدراسات السريريه. نعم، ويقام عادة لما بننقل معلومه نحن عن مركز ابحاث محترم وعن مجله موثوقه ومعتمده ومحكمه وذات ما نسميه امباكت فاكتور عالي. تمام، فنحن هون عم ناخذ معلومات تم تجربتها بشكل حيادي على اشخاص ومراقب على اشخاص، واظهرت التجربه بانه بالفعل في ناس بتستجيب وفي ناس ما بتستجيب. تماما، بالاضافه انه نحن في عنا في شيء اسمه تداخلات دوائيه غذائيه ودوائيه نباتيه. ممكن نحن اذا اخذناها بنفس الوقت عشبه مهمه كثير اخذها بنفس الوقت مع مميع دم تعمل لي مشكله.
لذلك بدنا ننتبه. مثال ذلك الجينكو بيلوبا اللي مشتهر كثير، لازم ننتبه من مشاركته مع المميعات الدمويه. في اعشاب ثانيه مثلا مثل عشبه القديس جون او الحشيش للقلب، اذا اخذناها مع بعض الادويه الثانيه قد يكون لها تاثير سلبي على الكليه وعلى بعض الاجهزه بالجسم. اكيد خطا انه الواحد مثلا ياخذ الوصفه من جارته او من قرايبينه انه هيك مثلا. هذا خصم الحديث انه لا تاخذوا المعلومات من اشخاص غير مختصين. طبعا. هلا خلينا نحكي عن المعايير للحصول على الشهاده، اكيد هي الشهاده المهمه والتراخيص اهم من هيك. تمام. خلينا نحكي شو المعايير المطلوبه لتقدروا تعطوا الشخص هي الشهاده. تمام. حسب استراتيجيه منظمه الصحه العالميه تم التمييز ما بين المزاولين او الممارسين لعلوم الطب التكميلي والبديل والتقليدي، وما بين الممارسات اللي هي طريقه العمل والمنتجات. كل شيء فيهم له آليات للاستخدام. خلينا نحن نحكي أول شيء على الممارسين. اليوم من هو بالتعريف الشخص الذي يحق له العمل بمجال الطب البديل والتقليدي؟ نحن بالإجمال اليوم مقدم هالخدمات بس إنه طب بديل وتكميلي، فنحن عم نحكي عن أطباء وصيادلة. مسيرة حياتهم المهنية، مجموعة معلومات سواء عن التشخيص أو عن العلاج أو عن الاستخدامات لهي المستحضرات اللي هي متنوعة وموجودة، وفي بعضها بيكون دستوري. القسم الآخر اللي هن الطب التقليدي أو ما نسميه بالطب الشعبي. الطب الشعبي اليوم مثل ما قلنا باستراتيجية المنظمة الحديثة بلشوا يرجعوا يعيدوا النظر بهدول الأشخاص، وهدف إعادة تأهيلهم ويعني اعطائه المعلومات لحتى يكونوا قادرين يتعاملوا مع هاي النباتات المستخدمه. نعم. وهن الموجودين كتراث هذه البلد. فلذلك هدول الاشخاص يفترض، وهدول نحن عم نتوجه لهم حاليا بالدرجه يعني الثانيه غير موضوع الاطباء والصيادله واطباء الاسنان، حتى هدول الاشخاص يكون في عندهم خبرات، هالخبرات يقدروا يستخدموها بشكل صحيح، ما يتعدوا على اختصاص غيرهم، وبنفس الوقت يكونوا عم يشتغلوا في اطار معين يرتبط بما يسمى الطب الشعبي. النوع الاخر اللي هو المنتجات، الحقيقه وزاره الصحه السوريه عم تقوم بترخيص المنتجات بشكل مميز. نحن سوريا من الدول اللي بتعتمد المراجع العالميه بتسجيل الادويه، وتعتمد القوانين في ترخيص سواء الشركات او المستحضرات بشكل جيد جدا، وتعامل معامله الادويه. لذلك كل دواء موجود بسوريا سجل بوزاره الصحه السوريه فهو حكما مراقب بشكل جيد، ويمكن ان احنا انه نستخدمه. اما الادويه غير المسجله المهربه واللي تباع عن طريق مواقع التواصل سواء للتنحيف او تقويه الجنس او غيره، هي كلياتها لا يمكن الوثوق فيها. كبدايه سؤال صغير بس جاوبني عليه، هل ممكن للخطأ، هل يحتمل الطب البديل الخطأ؟ هل الطب العادي إذا كان في خطأ أحيانا بيؤدي للموت، والأخطاء الجسيمة يعتبر من الأخطاء الجسيمة، ولكن وجود عيادات غير مرخصة عم تبيع أعشاب للتنحيف، أدوية ممكن تكون لون عشبية ولكن هي داخلها مواد كيميائية؟ هذا الكلام اللي أنا كنت عم أقوله. تماماً. هذا السؤال بدنا نجاوب عليه عن وجود العيادات غير المرخصة ويلي عم بتبيع شغلات على أساس عشبية، هي تحتمل الخطأ أو عم يصير فيها أخطاء كتير كبيرة، هل يرجع هذا الشيء للطب البديل؟ شو بدنا نحاسبه؟ قولاً واحداً، لا يجوز أن نطلق مفهوم عيادة إلا على عيادة الطبيب واللي عم يفتحوا حكما. اما اي شيء ثاني فيجب التوضيح. في عنا مراكز تجميل، في مراكز تغذيه، نوع الترخيص اللي حاصل عليه هذا الشخص. نحن اليوم رايحين باتجاه انه يكون في عنا مراكز للاعشاب الطبيه، ولكن هذه المراكز ليست مراكز تشخيص مرض، هي مراكز لتقديم الاعشاب الطبيه ولكن ضمن اشكال مرخصه من وزاره الصحه السوريه. ونحن بنقول الصيادله هم الملاذ الامن لاي مواطن حتى ياخذ انواع اعشاب موجوده متوفرة بالصيدليات وبأشكال مرخصة ومراقبة ومحمية. اليوم الكمون، إذا نترك الكمون نحن عرضة للهواء، خسرنا الزيت العطري الموجود، ما عاد ذو قيمة طبية. أما اليوم لما يحفظ ضمن حافظات معينة فإنه يقدم بشكل مفيد وبيبقى لفترات طويلة الاستفادة موجودة. اللي حضرتك تفضلتي فيه مهم كتير، منتجات تنحيف أو منتجات تقوية جنسية أو غيرها من المنتجات التي يدعى أنها طبيعية وتباع في خلينا نقول وسائل التواصل على بعض انواع القنوات التلفزيونيه، توصيل مباشر للبيت دون المرور بالصيدليه. كل هذه المنتجات تم ضبط وجود مواد كيميائيه موجوده فيها لحتى يحسنوا التاثير. يضرب مثال، مقويات جنسيه مكتوب عليها خاليه من المركبات الكيميائيه، ووجد فيها مركبات مقويه جنسيه كيميائيه، وبالتالي عم تاثر على المريض. المريض عم ياخذ الدواء على اساس انه هذا طبيعي،
عم يجي بفوت، وللاسف شفنا انواع عسل مكتوب عليه عسل طبيعي وطلع مضاف له مركبات كيميائيه، وبالتالي الموضوع كثير كبير. اذا لم يوجد رقم ترخيص وتسجيل في وزاره الصحه السوريه فهذا المنتج غير موثوق، لانه اذا كان موثوق لازم يدخل على الطريق النظامي، واللي عنده منتج مضمون بيحطه بوزاره الصحه أكيد يرخص يحلل يراقب بيصير امن لاستخدامه من قبل المواطنين أكيد. اما كل ما عدا ذلك فهو غير مامون، وخاصه مساله التنحيف عم يستخدموا مدرات بوليه للاسف، عم يستخدموا مركبات ملينه كيميائيه، عم يستخدموا قاطعات شهيه مركزيه، انواع كثير خطا تأثيرات سريعة. كثير اضرار سلبيه. متشكرك كثير لوجودك معنا، متشكر هالمعلومات الرائعة، وأكيد بنتمنى لك التوفيق دكتور شادي. شكرا لكم. أنا بقى بنتيجة الحلقة بتمنى من كل الأشخاص المهتمين بهذا الموضوع أن يقوموا بالتواصل معنا مع الجمعية بهدف أن نقوم حقيقة نوصل لممارسة صحيحة أكيد. للطب البديل والتكميلي والشعبي في سوريا. كل الشكر لك دكتور شادي، وإن شاء الله يا رب من خلال تسليط الضوء على نقطة كتير مهمة، الابتعاد عن الأدوية غير المرخصة، يمكن وإذا حدا بده يأخذ أي عشبة يكون مصدرها موثوق. شكرا لوجودك معنا، نورت صباح.